مرحبا بكم في سبور اكسبريس باش نحكيو على قائمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. لكن قبل البدايه مع تعيينات حكام مقابلات الجوله الثالثه من البلاي اوف ديربي العاصمه ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي نهار السبت على 9:30 تاع الليل باش يكون باداره الحكم هيثم جيرارد. هو حكم مساحه في الديربي ما بين الترجي والنادي الافريقي وباش تكون معاه في الفار درساف الجنواتي هي اللي تشرف على تقنية الفار. بالنسبة للحكام المساعدين في الديربي مساعدة خليل الحسيني ومروان سعد مساعد ثاني. بقية المقابلات من جولة الثالثة من بلاي اوف نهار الأحد مصعدين ملعب تونسي النجم الساحلي الحكم سيف الورتيني وحكم الفار جلال السحباني والتسعة ونص تعلينها لحد النادي صفاقسي الاتحاد المناسيري بإدارة الحكم أحمد الذوادي وفي الفار فرج عبد اللاوي. نحكيو دو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم واليوم تم الإعلان على قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في الدورة الودية في القاهرة وتم الإعلان كذلك على تركيبة الإطار الفني للمنتخب في الدورة هذه. منتصر الوحيشي باش يكون ناخب وطني، أنيس بوسعادي مدرب وطني. بكل بساطة نحكيو على المدرب الأول منتصر الوحيشي، أنيس بوسعادي مدرب ثاني، هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم رسميا قبل الجامعة. شادي مبروكي مدرب حراس وأنيس شعلالي وأنس كازوز في الإعداد البدني. بالنسبة لقائمة اللاعبين 26 لاعب، 4 حراس مرمى، أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أمين الله مميش ومعز حسن، المدافعين وجدي كشريدة، غيث الزعلوني، ياسين مريح، ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة جلاسي، علي العابدي، علي غرام، أمين الشيرني، في وسط الميدان سامي شوشين، إلياس الصخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، محمد الحاج محمود، حسام تقاوة، حمزة رفيعة، والمهاجمين إلياس العشوري، سيف الله الطيف، إلياس سعد، سيف الدين الجزيري، هيثم الجويني وبسام إسرافي. كما لاحظتوا أهم الاستنتاجات، أول دعوة للمنتخب الأول أمان الله مميش حارس الترجي، عودة ديلان بران، عودة إلياس سعد اللي كان اعتذر في وقت سابق، إلياس سعد اعتذر في وقت سابق ورجع للمنتخب الوطني التونسي، كيف كيف سامي شوشين سبق له التواجد مع منتخبات الشوبان ومع المنتخب الأول يرجع للمنتخب مقابل غياب يوسف المساكني وعلي معلول. زوز لاعبين هذوما طلبوا إعفائهم من التربص هذايا لأسباب مختلفة. بالنسبة لثلاثي الترجي أمان الله مميش، ياسين مريح وحسام متقى باش يغادروا تربص المنتخب قبل المقابلة الثانية، هذا في صورة الهزيمة ضد كرواتيا في المقابلة الأولى في الدورة الودية، والسبب هو التزاماتهم مع الترجي في ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. نذكر أنه المنتخب يلعب نصف نهائي الدورة هذه في مصر ضد كرواتيا نهار 22 مارس، النصف نهائي الثاني يجمع مصر بنيوزيلندا، وبعد فما مقابلة ترتيبية نهار 25 مارس في صورة الهزيمة، ومدور نهائي في صورة الفوز نهار 26 مارس. عنت إدارة الترجي على تلقي كل من أمين توغاي وروجي أولو دعوة لتعزيز صفوف منتخبات بلدانهم. الجزائر بالنسبة لتوغاي وأولو توغو بالنسبة لأولو في فترة التوقف الدولي بين 18 و 26 مارس، فترة التوقف الدولي تنتهي 3 أيام فقط قبل مباراة ذهاب رابطة الأبطال الإفريقية ضد أسيك ميموزا. دونك فترة التوقف الفيفا الترجي باش يكون منقوص من 5 لاعبين، 3 مع المنتخب الأول و توغاي وأهولو مع الجزائر والتوغو، كما قلت مع إمكانية أنه ثلاثي المنتخب يغادروا التربص المنتخب الوطني التونسي بعد المقابلة الأولى في صورة الهزيمة ضد كرواتيا. نواصل مع الترجي ونحكي على التذاكر الديربي لوقع طرح اليوم في 3 سوايع، 9000 تذكرة بلوز وفات، بما أنه 9000 تذكرة فقط بلوز والبقية اشتراكات. ديما مع الترجي اللي اعلن اليوم على تعزيز الاطار الفني بمحلل اداء برتغالي بيدرو ازيفيدو اللي عوض المصري باسم صفوت اللي التحق بنهضه بركان المغربي اللي دربه معين الشعباني. في النادي الافريقي تم احاله المهاجم حمدي العبيدي للتمارين مع فريق النخبه في انتظار القرارات في شانه من قبل الاطار الفني واللي باش يتخذها بعد مباراه الديربي. مصادر إعلامية مغربية أكدت أن القطيعة صارت ما بين الوداد البيضاوي والمدرب فوزي البنزرتي بعد تواصل النتائج السلبية للفريق وآخرها الهزيمة البارح ضد اتحاد طنجة. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يلعب اليوم مقابلته الأولى في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024، المقابلة بشكون مع التسعة متاع الليل في المجر ضد المجر.
أبرز المباريات اليوم خارج تونس، إياب ثمانية الأوروبا ليج، السابعة غير باص سلافيا براغ ضد الميلان، ذهاب 4-2 للميلان، التسعة متعليل برايتون ضد روما، ذهاب 4-0 الروما، كيف كيف التسعة ليفربول سبارتا براغ، ذهاب 5-1 ليفربول. وفي دوري المؤتمر الأوروبي التسعة متعليل أستون فيلا ضد أياكس أمستردام، مباراة الذهاب وفات بتعادل 0-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أحسن في شاهد طيبة.